محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الثامنة واللي عنوانها Solving Simultaneous Linear Equation and Polynomial Root، يعني حل معادلات خطية تزامنية بالإضافة إلى إيجاد جذور البولينوميال فانكشن المتعددة الحدود. بالبداية خلينا نتعرف، أول خطوة نتعرف إلى Simultaneous Equation، شنو يعني كلينير الجبرة؟ عادة solving system of simultaneous equation is easy in MATLAB. حل معادلات خطية تزامنية شيء سهل جدا بالماتلاب. It is maybe ربما هو هذا the most used من أكثر العمليات استخداما in the science and engineering في العلوم والهندسة. Solving a set of equations in linear algebra on computer nowadays في هذه الأيام حل معادلات مجموعة من المعادلات الخطية جبريا يعتبر basic as doing arithmetic وكأنما تقوم بعملية arithmetic addition باستخدام الكالكوليتر، يعني صار شيء سهل الاستخدام والتطبيق وكأنما تقوم بعملية جمع حسابية باستخدام الكالكوليتر. على سبيل المثال لو كان عندنا set of equation مجموعة من المعادلات، هذه المعادلات يجب أن يكون عددها بنفس عدد الـ unknown variable. عادة إحنا حتى نحل مجموعة من المعادلات بمعنى أنه عندي مجموعة من المجاهيل variables unknown variable. مثلا في هذه set of equation عندنا الـ x والـ y والـ z هي عبارة عن variable غير معروف، متغير غير معروف. نريد نحل معادلات حتى نوصل إلى قيمة الـ X والـ Y والـ Z. بما أنه إحنا عندنا 3 variable إذن يجب أن يكون لدينا 3 equation. هذه شيء قاعدة بالرياضيات ما أخذيها، أنه حتى أحل مجموعة حتى أوجد قيمة مجموعة من الـ variable يجب أن يكون عندي معادلات بعدد هذه الـ variable. الخطوات اللي أتبعها حتى أحل هذه المعادلات وأوجد الفاريبل المجهولة هي أولاً first rearrange the equation، أول خطوة إعادة ترتيب المعادلات. شنو يعني إعادة ترتيب المعادلات؟ بمعنى write each equation with all the unknown variable on the left hand side. جميع الفاريبلز جميع المتغيرات يجب أن توضع في جانب واحد، يعني كل المجاهيل تكون في جانب في الطرف الأيسر وكل المعاليم تكون في الطرف الأيمن. هذه أخذناها بالرياضيات، يعني حتى أحل معادلة لازم كل المجهول unknown variable يكون بالطرف الأيمن و all known quantity وكل الكميات المعلومة تكون in the right side. بالتالي راح يكون عندي ترتيب هذه المعادلات. أجي على المعادلة الأولى ناقص 6x تساوي 2y ناقص 2z زائد 15. منو عندي الـ unknown variable؟ ناقص 6x موجودة بالطرف الأيسر تبقى كما هي، الـ 2y موجودة بالأيمن لازم أنقلها للطرف الأيسر، هي موجبة ايش راح تصير؟ راح تصير سالبة ناقص 2y. ناقص 2z موجودة بالطرف الأيمن لازم أنقلها للأيسر لأن أيضا بها مجهول هو الزد، فراح تصير موجب 2z. الزائد 15 أصلا هي قيمة noun quantity، قيمة كمية معلومة، إذا أبقيها على نفس الطرف الأيمن وهي موجبة تبقى موجبة. أجي المعادلة الثانية 4y ناقص 3z تساوي 3x زائد 13. 4y بقيتها بنفس الطرف، 3z نفس الطرف الأيسر، 3x موجودة في الطرف الأيمن وهي عبارة عن مجهول unknown variable فلازم أنقلها على الطرف الأيسر فتصير ناقص 3x. حتى أحافظ على ترتيب واحد ولسهولة حل المعادلة يجب أن يكون تسلسل الـ variables متشابه في جميع المعادلات، يعني راح أجي على المعادلة الأولى ترتيبها xyz، المعادلة الثانية ترتيبها xyz، أيضا المعادلة الثانية بها الـ 3x قلنا نقلناها إلى الطرف الأيسر فصارت ناقص 3x، 13 هي noun quantity تبقى على نفس الطرف. المعادلة الثالثة أصلا مترتبة 2x زائد 4y ناقص 7z بنفس التسلسل للـ variables، الطرف الأيمن هو الـ noun quantity ناقص 9، إذا المعادلة الأخيرة ما أحتاج لها أي ترتيب. بعض الأحيان بنفس المعادلة تلاحظ أنه عندك variables متكرر، يعني مثلا ناقص 2y بعدها بعد كم حد إجتي مثلا زائد 3y،
فبهالحالة راح أحتاج أجمع الفاريابلز المتشابهة سوية. أيضا بعض الأحيان عندي كوانتيتي مثلا بهذا الطرف ناقص 7 وهذا الطرف زائد 13، راح أحتاج أيضا أنقل جميع الناون كوانتيتي إلى نفس الطرف. الخطوة الثانية بعد أن رتبنا المعادلة بحيث أن يكون الطرف الأيسر بها جميع الأنناون فاريابل والطرف الأيمن جميع الناون كوانتيتي، ورتبنا تسلسل الفاريابلز متشابه في جميع المعادلات وفعلا لدينا عدد من المعادلات مساوي لعدد الفاريابل، أجي الخطوة اللي بعدها أعيد كتابة هذه المعادلات بصيغة ماتريكس فورم. شنو يعني ماتريكس؟ يعني بصيغة مصفوفات، بحيث أنه أعيد هذه المعادلة بصيغة A مضروبة في X تساوي B. الA تمثل لي كوفيشنت معاملات المتغيرات الموجودة في هذا الطرف. هذه المعاملات المصفوفة أي راح يكون حجمها بحجم عدد المعادلات، ثلاث معادلات معناتها هذا الأي عندي 3 في 3، يعني عندي 3 variables، فمعناتها عندي مصفوفة حجمها 3 في 3. عندي 2 variables معناتها عندي مصفوفة 2 في 2. شو تمثل لي هذه الأي؟ راح تمثل لي معامل المتغير، يعني معاملات الإكس، معاملات الواي، معاملات الزد، بحيث أنه المصفوفة أي العمود الأول من عندها راح يمثل لي coefficient للمتغير إكس ناقص 6 ناقص 3 زائد 2. العمود الثاني بالأي راح يمثل لي الكوفيشنت أو معاملات المتغير الثاني اللي هو الواي اللي مقدارها ناقص 2 زائد 4 زائد 4، أخذ الكوفيشنت مع الإشارة مالته، إذا سالب سالب موجب موجب. العمود الثالث بالأي راح يمثل لي معاملات الفاريابل زد اللي هي زائد 2 ناقص 3 ناقص 7. الأكس إيش راح تمثل لي؟ عبارة عن فيكتر، عبارة عن فيكتر كولوم فيكتر يكون بشكل عمودي بالفاريابلز المجهولة اللي هي X Y Z، ومو مشكلة انه سميته X، هو المهم راح ينطيني indication انه اكو بداخل 3 variable هي X و Y و Z. البي ايضا عبارة عن فيكتر عمودي كولوم فيكتر يمثل لي قيمة الناون كوانتيتي اللي هي 15 13 ناقص 9، فراح تصير عندي المعادلات بهذا الشكل، يعني راح يصير الشكل الفورم اللي على شكل ماتريكس فورم اللي هو اي اكس تساوي بي. الاي مثل ما قلنا هي الكوفيشنت مالت المعادلات، يعني هذا العمود الأول يمثل لي معاملات المتغير X، العمود الثاني معاملات المتغير Y، والعمود الثالث معاملات المتغير Z. الـ X عبارة عن column vector يمثل لي الـ variable X, Y, Z، والـ B عبارة عن الـ column vector يمثل لي الـ noun quantity القيم المعلومة في المعادلة اللي هو الطرف الأيمن من المعادلة، وأيضا بنفس إشاراتها للمعادلة أو القيم الكوانتيتيز. حتى أحلها لهذه المعادلة حتى لو بالرياضيات مو بالماتلاب، راح تقول عندي أنا معادلة AX تساوي B، هاي المعادلة بها A معلومة و B معلومة والمجهول هو X. شلون نوجد الإكس؟ احنا دائما ناخذ حتى نوجد متغير نقول هو عبارة عن المعلوم على معامل المجهول، فالمعلوم هو اي على معامل المجهول هو على المعلوم هو بي على معامل المجهول اي، فراح تصير بي على اي، يعني الإكس الفاريابلز إكس هو عبارة عن بي على اي، بي على اي. بعض الأحيان راح يجي طالب يقول إحنا بالمصفوفات متعودين نقول A في X تساوي B، إذا ردت أنقل الA للطرف الثاني أضربها في الA inverse، فراح تصير هنا A inverse في الA تروح 1، X تساوي A inverse في الB. إيه أوكي نعم صح، ممكن بالماتلاب أقول له الX تساوي inverse الA في الB أيضا راح ينطيني نتيجة صحيحة، لكن الماتلاب يفضل استخدام المعادلة B على A لأنها أولا أسرع من استخدام الانفيرس. الانفيرس راح اروح استدعي دالة بيلت ان فانكشن اسمها انفيرس الاي، وهذه راح تاخذ وقت بالتنفيذ، ايضا راح تحتاج حساب بداخلها الى الديترمينت وغيره، فبالتالي راح تاخذ بالاضافه للوقت قد تكون ان اكوريت غير دقيقه 100% بالقيم، خصوصا من تكون المعادلات عددها كبير او قيم الفاريابلز بها يعني كسور مثلا ريل قيم كسريه. فالأفضل والأسرع هو استخدام العبارة X تساوي لي A right division على B، يعني القسمة باليمين، يعني كأنما دا قسم B على A right division، أو نسميها قسمة B على A. أوكي okay؟
هذه مباشرة راح تنطيني x ثلاث قيم، هذه الثلاث قيم هي راح تمثل لي ناقص 2.7273 تمثل لي قيمة الفاريبل x، والقيمة الثانية 2.7727 تمثل لي قيمة الواي، و 2.0909 راح تمثل لي قيمة الزت. يعني مباشرة حليت هذه المعادلات الثلاثة باستخدام الماتلاب عن طريق ثلاث عبارات بالماتلاب دخلتها في ام سكريبت فايل تريدها على الكوماند. اول خطوة دخلت بيها الكوفيشنت مالت الاي، معاملات المتغيرات المجاهيل اللي هي مصفوفة اي، ودخلت الفكتر بي، وما ننسى انه الفكتر ندخله بشكل عمود حتى ادخله على شكل كولوم فكتر. شلون ادخله كولوم فكتر؟ انه بين اليمنت واليمنت اخلي فارزة منقوطة حتى بالتالي يطلع لي الفكتر بي بهذا الشكل 15 13 ناقص 9، يعني يكون عندي بشكل كولوم فكتر بشكل عمودي، فلهذا ادخله فارزة منقوطة، يعني ما أدخلها كصف لأن ما راح ينطيك نتيجة صحيحة. الخطوة اللي بعدها x تساوي a right divisional b، أو ال x تساوي إن inverse ال a في ال b، اثنيناتهم ينطين نتيجة صحيحة، لكن الماتلاب راح ينطيك indication فد مسج يقول لك إنه يفضل استخدام هذه ال b على ال a بدلا من ال inverse لأنها راح تكون أسرع وأدق. هذه حلينا معادلة باستخدام الماتلاب. معادلة ثانية، مثال ثاني أبسط من عنده، هنا عندنا two variable، فبالتالي عندنا معادلتين. حتى نحل هذه المعادلتين قلنا يحتاج ترتيب، أولا rearrange ومن ثم كتابتها بشكل مصفوفة ومن ثم حل هذه المصفوفة باستخدام أما الinverse أو القسمة المعلوم على معامل المجهول. هذه المعادلتين نلاحظها هي أصلا مترتبة، ال variable x y واثنين أتم بالطرف الأيسر وال noun quantity بالطرف الأيمن، فإذا مباشرة نكتب المصفوفات، نكتب المصفوفة الأولى اللي هي تمثل لي الأي اللي هي الكوفيشنت، فكوفيشنت العمود الأول راح يكون بيها معاملات الفاريبل إكس اللي هي 3-4، والعمود الثاني 2-6، الإكس هي الفاريبلز اللي عندي عبارة عن مصفوفة أو فيكتر عمودي إكس يساوي إكس واي، البي هي عبارة عن كولوم يمثل لي الناون كوانتيتي المعلوم القيمة الثانية بالطرف الثاني الأيمن اللي هي 12 و8. حتى أحل هذه المعادلة بالماتلاب راح أكتب الأي، قيمة الأي أدخلها على شكل مصفوفة 2 dimension، كل صف فارزة منقوطة الصف الثاني، وبين إليمنت وإليمنت كل صف أما فراغ أو فارزة اعتيادية. البي أدخلها بشكل عمود 12 فارزة منقوطة 18، X تساوي إن أي على البي. حلينا هذه المعادلة، أنطتني قيمة الإكس وقيمة الواي، يعني هنا الإكس اللي هو عبارة عن فيكتر بداخل هذا الإكس هو شنو؟ قيمة إكس وقيمة واي، ده ينطيني قيمتين لمجهولين هي الإكس والواي، وهذه ماكو مشكلة لأن أنا دا أسمي خارجيا إكس هو أعرفه ضمنيا دا ينطيني 2 variables إكس وواي. أقدر أسميه أي تسمية ثانية زت، لكن المعتاد بالرياضيات ك state space equation حتى بالكنترول راح تأخذوها دائما من تكتبون معادلة أي x تساوي b، أي coefficient ال x variable وال b هو unknown quantity. طبعا مثل ما قلت لكم حتى أحل هذه المعادلة إذا استخدمت ال inverse راح ينطيني فد مسج يقول the inverse of a matrix is primarily of theoretical value، يعني قيمة راح تكون نظرية. Never use the inverse of a matrix to solve a linear system، لا تستخدم نهائيا طريقة ال inverse لحساب linear system، solve لحل linear system AX تساوي B with x inverse a في ال b، لا تستخدمها because it is slow and inaccurate، لأنها تكون بطيئة وغير دقيقة، يعني راح تنطيك هذه المسج إذا كتبت له الانفيرس. لو فرضا بدل هذا الانستركشن أو بدل هذه الكوماند كتبت له x تساوي inverse ال a في ال b راح ينطيك هذه الوارنينج مسج. وين استخدم هذه؟ وين أطبقها؟ وين أطبق حل معادلات set of linear equation كدراسة بالنسبة لنا كهندسة كهربائية؟ أول شيء راح أستخدمه بأبسط يعني التطبيق إلى أنه في تحليل analysis للإلكتريكال سيركت حتى أوجد الريزوليوشن لهذه الإلكتريكال سيركت، لأنه
حتى احلها راح مفروض حتى احل هذه الالكتريكال سيركت حتى اسوي لها اناليسيس، بمعنى اوجد قيم تيارات او اوجد قيم مقاومات او فولتيات، بمعنى راح اكتب مجموعه سيت اوف ايكويشن. هذه سيت اوف ايكويشن راح تعتمد اني بيا طريقه اريد اسوي اناليسيس، هل اريد اسوي لها بالميش بالنودل، اريد اسوي لها بالكيرشوف كرنت لو، بالكيرشوف فولتج لو، شنو اللي اريد اختاره من قوانين الاناليسيس بالنسبه للالكتريكال اللي اخذتوها انتم بصف الاول. فعلى سبيل المثال هذه السيركت اللي امامنا اريد يحسب قيم التيارات I1 و I2 و I3، يعني اريد احلها باستخدام شنو الكيرشوف، شنو اريد احلها بها طريقه، اريد احلها باستخدام الكيرشوف فولتج لو لو كرنت لو فولتج، دا اريد اسوي لوب للفولتيات اللي بكل سيركت. فاحنا دائما نعرف انه جميع دائما اي لوب مغلق لازم تكون النتيجة مالته صفر، يعني بمعنى مجموع التيارات الداخلة تساوي مجموع التيارات الخارجة اذا كنا واقفين على نود معينة، يعني نودال اناليسز. اذا كان ناخذ يعني كيرشوف فولتج لو مثلا، راح نقول انه جميع الفولتيات الداخلة تساوي جميع الفولتيات الخارجة، او بمعنى جميع الفولتيات الداخلة ناقص الخارجة تساوي صفر. نفس الحالة تيارات الداخلة ناقص التيارات الخارجة تساوي صفر. المهم راح يكون عندي set of equation، هذه set of equation يا اما راح تمثل لي مجموع فولتيات او مجموع تيارات حسب نودل اريد احل مش. فعلى سبيل المثال هذه السيركت اللي امامنا بها 3 لوب، هذا اللوب الاول فرضت انه اتجاه التيار مالتي بهذا الاتجاه، هذا اللوب الثاني بهذا الاتجاه التيار I2، وهذا اللوب الثالث I3. فحتى اخذ كل لوب من هذه اللوبز الموجودة في الدائرة الكهربائية، أبدي مثلا باللوب الأول. إحنا نعرف دائما كل تيار يدخل للمقاومة موجب يطلع سالب، فالمفروض هذه المقاومة اللي قيمتها 1 أوم أشر هنا موجب هنا سالب. البطارية الدي سي فولتج هي أصلا بها موجب وبها قطب سالب، فحسب الاتجاه الموجود بالسيركت كما هو. المقاومة رقم 2 أيضا بالنسبة لهذا اللوب رح يكون عندي تيار داخل موجب خارج سالب. حتى أخذ هذا اللوب الأول لازم أبدي من نقطة معينة وأنتهي بها. دائما نحاول نبدي من مصدر فولتية، فنبدي مثلا من هذا المصدر اللي مقداره 7 فولت. أول ما أبدي بهذا الاتجاه نهو الأعلى، فرح أكتب اللوب زائد 7 فولت، يعني أول ما بديت بهالاتجاه 7 فولت استمر راح تجيني مقاومة 1 أوم. هذه المقاومة 1 أوم داخل بها التيار موجب طالع سالب، إذن ناقص 1 أوم مضروبة في التيار مال هذه المقاومة. تيار هذه المقاومة هو عبارة عن تيار I1 ناقص I2، لأن I1 داخل بهذا الاتجاه والI2 بالاتجاه المعاكس. فراح يكون عندي الأول معادلة دا أكتبها، اللوب الأول بديت بها من البطارية اللي قيمتها 7 فولت زائد 7 فولت ناقص المقاومة 1 أوم مضروبة في التيار المار بها هو I1 ناقص I2. أجي على البعدها شنو يحيجيني مصدر، أيضا مصدر جهد دي سي اللي هو 6 فولت، لكن اتجاه أنا دا أخذ بهالاتجاه موجب سالب، إذا ناقص 6 فولت. تجيني مقاومة 2 أيضا دا أدخل موجب أخرج سالب، فإذا ناقص 2 أوم. شنو التيار اللي يمر بهذه المقاومة اللي هي 2 أوم؟ دا يمر عندي من الأعلى للأسفل I1 ومن الأسفل للأعلى I3، فهي I1 ناقص I3، فراح تصير ناقص 2 أوم مضروبة في I1 ناقصا I3 وتساوي شنو يساوي من الطرف الآخر؟ يساوي 0. مجموع التيارات الداخلة ناقص الخارجة يساوي 0، أو مجموع التيارات في لوب يجب أن يساوي 0. هذه المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 2، أجي على المعادلة رقم 2، هذه المعادلة رقم 2 اللي راح أبنيها من هذا اللوب. فرح أبدي أول شيء أبدي بالمقاومة 1، هذه المقاومة 1 أوم رح أبدي من هذه النقطة اتجاهها نحو الأعلى موجب سالب التيار، فأقول ناقص 1 أوم. شنو التيار اللي يمر بالمقاومة 1 أوم؟ يمر عندي تيار I2 نحو الأعلى بنفس الاتجاه و I1 نحو الأسفل، فإذا هي I2 ناقص I1 يعني ناقص 1 أوم، تيارها I2 ناقصا I1. بعدها شرح يجيني المقاومة 2 أيضا ناقص 2، لأن دي يدخل تيار موجب يطلع سالب، ناقص 2 أوم مضروبة في التيار اللي يمر بها هو فقط I2، فناقص 2 في I2. تجيني مقاومة 3 ناقص 3،
مضروبة في التيار الديمر بها هو I2 بهذا الاتجاه و I3 بالاتجاه المعاكس، فإذا ناقص 3 أوم مضروبة في I2 ناقص I3 وتساوي 0. خلصنا اللوب الثاني والمعادلة الثانية، ننتقل إلى المعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة أيضا أبديها من مصدر جهد، هذه النقطة أبديها من نانا باتجاه الأعلى، راح أقول 6 فولت ناقص 3 أوم. شنو التيار الديمر بثلاثة أوم؟ عندي I3 بهالاتجاه و I2 بالاتجاه المعاكس، فناقص 3 مضروبة في I3 ناقص I2. بعدها تجينا المقاومة 1 أوم ناقص 1، شنو التيار الديمر بها؟ هو فقط I3 بنفس الاتجاه. بعدها تجينا المقاومة 2، أيضا أدخل موجب سالب، فإذا ناقص 2 أوم، شنو التيار الديمر بهاي المقاومة 2؟ عندي I3 نحو الأعلى و I1 نحو الأسفل، فI3 ناقصا I1 تساوي 0. بنيت أول خطوة معادلات 3. هذه المعادلات تمثل لي المش أناليسز لكل لوب من هذه اللوبز الموجودة في هذا الإلكتريكال سيركت. الخطوة اللي بعدها لازم شو أسوي؟ أسوي ري أرانج، أسوي سيمبليفاينج آند ري أرانج، أبسط وأرتب المعادلة. هذا التبسيط والترتيب ممكن طالب بخطوة واحدة يوصل للنتيجة، ممكن طالب آخر حتى يكون دقيق يأخذها خطوة خطوة، يعني يجي الخطوة الأولى يدخل الضرب، يعني يقول ناقص 1 في I1 ناقص 1 I1، ناقص 1 في ناقص 2 I2 يصير زائدا 1 I2، ناقص 6 ناقص 2 I1 زائد 2 I3، يعني يرجع أول خطوة يفتح الأقواس. بعدها يلا يبسط، أكو طالب مباشرة يجي يقول I1 شنو عندي أنا ويا I1؟ عندي هنا ناقص 1 I1 وعندي هنا ناقص 2 I1، إذا صارت ناقص 3 I1. يجي على I2 يقول عندي هنا ناقص 1 I2 وهنا عندي ناقص فقط ناقص 1 I2 ماكو غيرها، ناقص 1 ناقص 1 في ناقص I2 راح يصير زائد I2، فصار زائد I2. شوفوا هنا أنا لأنه مشينا رأسا سريع بدون خطوة التبسيط صارت غلطنا، فلو تبسطها خطوة خطوة ما يخالف تضيع لك نص دقيقة إضافية بس تضبط المعادلة 100%. I3 راح يقول عندي هنا ناقص 2 في ناقص 1 راح يصير زائد I3 هنا، وعندي أيضا I3 عندي في مكان آخر، لو بس 2 I3 بس 2 I3 ف2 I3 بالموجب. شنو القيم الناون كوانتيتي المعلومة هنا؟ عندي هنا 7 بالموجب وعندي هنا 6 بالسالب، 7 ناقص 6 1، زين هذا الواحد ناون كوانتيتي لازم أنقله للطرف الآخر فحيصير ناقص 1. المعادلة الثانية بنفس الطريقة، أول شيء يفتح الضرب وبعدين شكو ناون يعني شكو فاريبل I1 يجمعهن سوية، I2 يجمعهن سوية، I3 والطرف الآخر شنو عنده قيمة ناون كوانتيتي؟ هنا ما عندي أي ناون كوانتيتي، فإذا الطرف الثاني يبقى صفر. أيضا الطرف الثالث عندي هنا 6 معلومة، بهذا الطرف موجب راح تنتقل لهذا الطرف سالب. I1 راح أباوع وين عندي I1؟ هنا عندي هنا ناقص في الناقص صارت زائد 2 I1. أيضا أدور وين عندي I2؟ 3 هنا عندي I2، 3 سالبة في سالب صارت 3 موجبة I2. I3 عندي هنا ناقص 3 I3 وعندي هنا ناقص 1 I3 وعندي هنا ناقص 2 I3 فراح تصير ناقص 6 I3. تكونت المعادلات ثلاثتها وثلاثتها ترتبت بنسق واحد بأنه الفاريابل كليتها العمود الأول فاريابل I1 I2 I3 وهنا كل الناون كوانتيتي أقدر أكتبها بصيغة ماتريكس فورم اللي هي AX تساوي B. الأي هنا هي الكوفيشنت، والكوفيشنت ما ننسى ناخذها هي وإشارتها، فرح يصير عندي العمود الأول بها هذه المصفوفة A بها ناقص 3 زائد 1 زائد 2، العمود الثاني زائد 1 ناقص 6 زائد 3، العمود الثالث 2 3 ناقص 6، البي المصفوفة بي أو الفكتر بي ناقص 1 0 6، فراح تصير عندي هذه set of equation اللي أو set of matrix اللي هي A و X و B. هنا الX شنو محتوياتها؟ راح تطلع لي نتيجة الX يعني الناتج اللي راح يطلع لي بعد تنفيذ هذه المعادلات، انه راح ينطيني فيكتور اكس اللي بداخله القيمه الاولى تمثل لي I1 والثانيه I2 والثالثه I3. شلون احلها بالماتلاب؟ راح ادخل A مصفوفه A اللي هي عباره عن مصفوفه 3 في 3 تمثل لي الكوفيشنت مالت الفاريبلز، البي هي تمثل لي الناون كوانتيتي، الاكس راح تساوي لي A على البي، A
على ال b بالرايت رايت ديفيجن، يعني بمعنى b over a، b divided a راح ينطيني 3. الاكس راح مباشرة تنطيني 3 قيم تمثل لي الاولى I1 3 أمبير، I2 2 أمبير، I3 أيضا 3 أمبير. شوفوا شلون طبقنا الـ solving of linear equation بالماتلاب. طبعا هاي حلها بطريقة linear، طبعا أكو عنده إعازات دوال مبنية جاهزة للحل، يعني ممكن أقول له solve linear solve كذا، يعني أقدر أنطي له دوال. إحنا ما راح ندخل بتفاصيلها، لكن للطالب اللي عجبه بعد يتعرف على طرق solving linear equation يقدر يروح للهيلب يقول له solve linear، راح تجي له دالة جاهزة اسمها solve linear. solve linear بهذا نفس الاسم اللي هنا solve linear، وبين قوسين ينطي له قيمة الـ A والـ B، هو ينطي له مباشرة المتغيرات المجهولة، وممكن ينطي له طرق أخرى لsolving linear equation غير الـ linear method. هذا تطبيق من تطبيقات الـ solving set of linear equation أو simultaneous linear equation. نجي على الموضوع الآخر اللي هو الـ polynomial function، أيضا هنا تطبيق من التطبيقات الماتلاب اللي هنا شلون قبل شوية قلنا سهلنا عملية حل مجموعة من المعادلات الخطية باستخدام الماتلاب، وكأنما نحل عملية addition باستخدام الكالكوليتر. نفس الحالة عملية إيجاد جذور متعددة الحدود. احنا نعرف أول شيء خلينا نعرف شنو يعني polynomial function. polynomial function يعني دالة متعددة الحدود. شنو شروطها؟ شنو الأشياء اللي نعتبرها دالة متعددة الحدود؟ وشنو اللي نعتبرها ليست متعددة الحدود؟ البولينوميال is defined as an expression، هي عبارة عن تعبير formed يشكل by the sum of power من مجموع قوى of one variable or more variable، من مجموع قوى، هذه القوى قد تكون variable واحد أو مجموعة من ال variable multiply to coefficient ومضروبة في معاملات in standard form بالشكل الستاندر الطبيعي، إنها represented by إنها تكون بالشكل f of x دالة f of x يعني دالة للمتغير x تساوي a n في x أس n a n coefficient للمرتبة n في x أس n زائد a n ناقص واحد في x أس n ناقص واحد، وهكذا إلى a 2 x أس 2 زائد a 1 x أس 1 زائد a نوت x أس 0، يعني a 0 x أس 0، فالx أس 0 هي 1 فما نكتبها هنا. فإذا البولينوميال هي function هي عبارة عن مجموع قوى متغير معين مضروب في coefficient لهذا المتغير. هذا الباور شنو الشرط مالته حتى أقول على هذه المعادلة هي polynomial؟ يجب أن يكون هذا الأس non-negative and integer، يعني لازم هذا الأس اللي هو n n ناقص واحد وهكذا n ناقص 2 n ناقص 3 إلى الصفر يجب أن يكون رقم صحيح وليس سالب، يعني موجب وقيمة صحيحة، يعني ما أقول له x أس 1.3 هذا ما نعتبرها polynomial، ولا نقول له x أس ناقص 3 أو ناقص 2 هذه أيضا ما نعتبرها polynomial. هذه البولينوميال لها ديجري درجة، يعني نقول هذه البولينوميال أو هاي متعددة الحدود أو التعبير متعدد الحدود، الديجري مالته تعتمد على شنو؟ تعتمد على highest power of the variable، يعني أعلى أس للمتغير موجود في هذه الإكسبريشن. مثلا x تربيع زائد 2 x زائد 1 هذه عبارة عن polynomial، نعم polynomial، ليش؟ لأنه هنا الأسس مالتها جميعها موجبة وعدد صحيح. إيش قد الديجري مالتها؟ الديجري مالتها 2، ليش؟ لأن أعلى أس بها 2. أوكي، هذه البولينوميال إذا كان الأس مالتها 0 معناتها non zero polynomial constant، يعني إذا بديتها أول ما أبديها قلت له f of x تساوي 5 هذه شو نسميها؟ هي هم polynomial لكن non-zero polynomial، يعني ما بيها أي متغير، فهي عبارة عن constant. أوكي، يعني f of x تساوي 5، يعني بمعنى 5 في x أس 0. أوكي، هذا شو سميها؟ أسميها non-zero polynomial. زين، بعدها إجتي مثلا 3x ناقص 7
3x ناقص 7 polynomial من الدرجة الأولى، يعني ما عرفت هسه قبل شوية قلنا مثلا بس 7، 7 بواحدها x والصفر هي polynomial لكن تسمى non zero أو constant polynomial. البعدها 3x ناقص 7 إيش أسميها؟ أسميها linear polynomial، متعددة حدود خطية الدرجة مالتها واحد، ديجري مالتها واحد، تنطيني لو أعوضها بالرسم إذا ردت أرسم أخذ X مثلا قيم من واحد للمية، فثلاثة في واحد ناقص سبعة، ثلاثة في اثنين ناقص سبعة، راح تنطيني خط عدل مستقيم، لهذا راح تكون لكنه يعني ما نعرف مائل بأي درجة، لكنه راح تكون عبارة عن دالة خطية، فكل معادلة من الدرجة الأولى هي linear equation، linear polynomial. يعني نقول 3x ناقص 7، x بوحدها ناقص 5، x زائدا 2، 5x زائدا 12، هذا كليتها عبارة عن polynomial من الدرجة الأولى وتسمى linear polynomial. عندي square مثلا، هذه الدالة هي polynomial من الدرجة الثانية، polynomial من الدرجة الثانية فأسميها square function، x تربيع زائد 2x زائد 1، هذا من أعوض قيم للx ما راح تنطيني خط عدل مستقيم، راح تنطيني فد منحني معين، هذا المنحني قد يكون مقعر أو محدب حسب قيم الx أو الكوفيشنت للx، فهذه راح تمثل لي polynomial من الدرجة الثانية، x تربيع زائد 2x زائد 1، حتى لو بس x تربيع زائد 1 يعني هاي الx أس 1 ما موجودة أيضا أعتبرها polynomial، لأن polynomial مو شرط كل الحدود تكون متوفرة، المهم الحدود أس مالتها عدد صحيح وليس نيجاتيف. polynomial الدرجة الثالثة نسميها الكيوبك، كيوبك كيوبك polynomial، يعني درجة ثالثة كيوبك بمعنى مكعب، مثلا 7x تكعيب زائدا x تربيع ناقص 2، هذا لو تأخذوها بالماتلاب وتقولوا له x تساوي لي من 1 أو من ناقص 10 إلى زائد 10 بلوت الواي، يعني قلتوا له y تساوي لنا 7x تكعيب زائدا x تربيع ناقص 2 وسووا لها بلوت للواي، راح تشوفون الرسم كيوبك يطلع لكم. إذا صارت من الدرجة الرابعة يعني x أس 4 راح نسميها كوادراتيك، أوكي، فالبولينوميال يا أما تكون نون زيرو من أقول مثلا الواي تساوي لي 5، أو تكون لينير لما تكون الواي تساوي لي مثلا 3x زائدا 1، سكوير من تكون بها x تربيع، كيوبيك من تكون x تكعيب، كوادراتيك يعني مربع من تكون x أس 4، أوكي، كوادراتيك يعني أس 4. هذه الإكسبرجن هنا ما نقدر نعتبرها هي polynomial، ليش؟ الأولى مثلا 5x أس ناقص 1 زائد 1، بما أنه عندي الباور الأس مالتي سالب إذن هذه ليست polynomial. هنا 4x أس نصف زائد 3x زائد 1، هنا الأس مالتي كسر وليس انتجر، 1 على 2 يعني 0.5، إذن هذه ليست polynomial. هنا 9x زائد 1 تقسيم x، أيضا هذه ليست polynomial، يعني كأنما عندي 9x زائد 1 على x، الواحد على x إذا أصعدها لي فوق راح تصير x أس ناقص 1، أيضا هذه ليست polynomial. فالpolynomial متعددة حدود تحتوي على variable مرفوع إلى أسس، وهذه أس power يعني، وهذا الباور يكون انتجر ونون نيجاتيف، ليس سالب وعدد صحيح ليس كسر. عرفنا شنو البولينوميال فانكشن؟ اوكي، احنا شنو المطلوب؟ احنا شنو اللي نريد نوصل؟ نريد نوصل الى جذور هذه البولينوميال، يعني احنا اللي يهمنا بالرياضيات انه اقول اني هاي البولينوميال مالتي لها هذا السوليوشن، هذه جذورها، يعني هاي الحلول اللي تحقق المعادله تساوي صفر، يعني انا من اقول f of x تساوي لي x أس 4 ناقص 26 x تربيع زائد 25 تساوي صفر، شنو قيم ال x اللي أعوضها اللي فعلا من أعوضها بهذا الطرف ينطيني الطرف الثاني صفر، يعني شنو جذور هذه المعادلة؟ بالرياضيات تسوون analysis، يا أما تحلوه يدويا تجون تقولون خلي نفتح قوسين بقوسين ونعوض، يعني مثلا على سبيل المثال هذه المعادلة أريد أحلها يدويا بدون الماتلاب، ما عندي طريقة لإيجاد الجذور، أريد أحلها أنا بالرياضيات. حتى تحلوها بالرياضيات شو تسوون لهذه المعادلة؟ أول خطوة تقولون أوكي هاي أس 4 وهنا 2 وهنا أنا أقدر أوجد الجذر مالتها وهذه أقدر أوجد الجذر، خلي أجرب أحلها يدويا، أنه أفتح هنا قوسين بقوسين، أقول القوس الأول هاي الأكس أس 4 أوزعها هنا أكس تربيع وهنا أكس تربيع، وهاي الخمسة وعشرين أقدر أوزعها 5 بخمسة،
فتصير x تربيع ناقص 5 x تربيع زائد 5 أو هم ناقص 5. أجي أجرب هنا إذا أخذت الوسطين والطرفين هل فعلا تحقق لي هذا الوسط؟ إذا أخذتها 5 ب 5 راح يصير ناقص 5 x، وهنا ناقص 5 x راح يصير يعني ناقص 5 x تربيع بناقص 5 x تربيع ناقص 10 x تربيع، ما حققت لي هذا الحل الوسطي. راح أجرب حل آخر، يعني هنا يصير الحل try and error، أجرب وأشيك صح لو لا. الحل الآخر يجي طالب يقول ما صارت بالخمسة بالخمسة، خلا أخذ 25 في 1، يعني هو الرقم اللي عندي 25، 25 في 1 وأنطيها سالب بسالب، أجي الوسطين ناقص 25 x تربيع والطرفين ناقص 1 x تربيع، حققت فعلا 26. نعم، إذا الحل مالتي صحيح. إذا أول أناليسز، أول تحليل لهذه المعادلة من الدرجة الرابعة حققت هذول القوسين، لكن لحد الآن أنا وصلت قيم السوليوشن مالت x ما وصلت لها، لازم أحلل بعد كل قوس أحلله على حدة. أجي على هذا الإكس تربيع ناقص 25 أقول هذا مين جاي، أقدر أقول هو إكس ناقص 5 إكس زائد 5، لأنه إذا أرجعت عوضتهن ضربت الطرفين إكس بإكس إكس تربيع، و5 ب5 ناقص 25، الوسطين ناقص 5 إكس وزائد 5 إكس راح تنطيني صفر. إذا تحققت، حللت هذه إلى أبسط صيغة. الطرف الآخر أو القوس الآخر إكس تربيع ناقص 1 أيضا هذا أحلل إكس ناقص 1 إكس زائد 1، فعلا يحقق. إذا بالأخير وصلت إلى جذور هذه المعادلة، أقول إذا الجذور أو قيم الإكس اللي تحقق هذه المعادلة وتنطيني نتيجة صفر عندما الإكس تساوي 5، يعني لو عوض هنا إكس 5 بالنتيجة تطلع لي صفر، أو إكس ناقص 5 هذا الجذر الثاني، أو x تساوي لي 1 هذا الجذر الثالث، أو x تساوي لي ناقص 1 هذا الجذر الرابع. بما أنه هي معادلة من الدرجة الرابعة إذا لازم إلها 4 جذور. أوكي، حليتها بالطريقة اليدوية، طريقة التحليل. بعض الأحيان أنا ما أقدر أحللها بسهولة، يعني ما ممكن أوصل، بعض الأحيان ما أقدر أجيش ما أجرب أرقام هنا أنا ما تنطيني نتيجة. بهالحالة وين راح تروحون؟ راح تفكرون بطريقة الدستور، ناقص b زائد ناقص تحت الجذر 4b على 2b، هذه الطريقة مالت الدستور، الحل 4ac على 2b طريقة الدستور، وتطلع لك بعض الأحيان بطريقة الدستور راح تطلع لي عبارة عن كومبلكس، يعني كونجوكيد الجذور مالتي كومبلكس، بها ريل وبها إماجينري. بالماتلاب، الماتلاب يوفر لك إعاز اسمه روتس، هذا الإعاز روتس أحتاج أنطيله بين قوسين الكوفيشنت، أحتاج أنطيله معاملات البولينوميال وأقول له روت، هو مباشرة يطلع لي الجذور. الإعاز سهل جدا بالاستخدام وهي دالة جاهزة، يعني طبعا هذا مثال ثاني هنا، هذا المثال الثاني أيضا معادلة من الدرجة السادسة، بولينوميال درجتها 6 الأوردر 6، إذا أحتاج أطلع 6 جذور لهذه المعادلة حتى أحللها. ممكن هذا حل يدويا، ممكن يجي طالب يقول أطلع 2x أس 4 عامل مشترك من هذه الحدود كلها، 2x أس 4 إذا طلعتها من الحد الأول رح يبقى لي فقط x تربيع، من الحد الثاني من أطلع 2x أس 4 رح يبقى لي ناقص 5x، الحد الثالث إذا طلعت منها 2x أس 4 رح يبقى لي ناقص 6. 2x أس 4 عفها على صفحة هي تساوي صفر، أجي على هذا القوسين بين قوسين اللي هي بولينوميال من الدرجة الثانية، أجي أقول هذه راح أحللها باستخدام التحليل العادي لمعادلة من الدرجة الثانية، فراح أقول أفتح قوسين X بX وهاي الستة أوزعها ستة بواحد، هل حققت الخمسة X؟ نعم، ناقص ستة X زائد واحد X راح يمطيني ناقص خمسة. أوكي، إذا وصلت بالنتيجة أنه يا أما 2 X أس 4 تساوي صفر، وبالتالي X تساوي صفر لأن صفر على 2 صفر تحت الجذر يبقى صفر، أو X ناقص ستة تساوي صفر فبالتالي X واحد من الحلول إلها ستة، أو X زائد واحد تساوي صفر فبالتالي X ناقص واحد. إذا الجذور مال هذه المعادلة هي عبارة عن ستة جذور
أربعة من عندهم هي صفر، يعني هنا أربع جذور هي صفر، فهنا بيها ملتي روت، ملتيبل روت يعني روت متكرر، وهاي أنتم مجربيها بالرياضيات أنه بنفس النقطة عندي أكثر من جذر للمعادلة، وعندي جذر مقداره ستة وجذر مقداره ناقص واحد، هذه الجذور تحقق لي سوليوشن لهذه المعادلة، يعني تحقق أنه f of x تساوي صفر إذا عوضت ب x ناقص واحد أو عوضت ب x ستة أو عوضت ب x تساوي صفر. بالماتلاب أحتاج أكتب روت سي، لكن لازم أطلع السي. هذه السي شنو هي السي؟ السي هي عبارة عن كوفيشنت. إحنا قبل شوية ما ذكرنا، قلنا إنه البولينوميال فانكشن هي متعددة حدود الأوردر مالتها، مثلاً بي اللي هو مثلاً أربعة. بما أنه الأوردر مالتها أربعة، إذن إلها أربع جذور، لكنه ما قلنا إنه عدد الكوفيشنت هو بي زائد واحد. يعني إذا الأوردر مالتي أربعة فمعناته أنا عندي خمس كوفيشنت، إذا الأوردر مالتي ستة إذا عندي سبع كوفيشنت، سبعة كوفيشنت، يعني الكوفيشنت دائما الأوردر مالتي البولينوميال زائد واحد. فمن أجي هنا حتى أطلع الكوفيشنت لهذه المعادلة لهذه البولينوميال، رح أبدأ من أعلى مرتبة، أعلى أس، أعلى باور. أعلى باور هي شقد؟ أربعة. شقد المعامل مالت الأكسوس؟ أربعة. معاملها واحد، فأكتب السي تساوي، يعني الكوفيشن تساوي، أفتح حدود مالت مصفوفة اللي هي عبارة عن فيكتر، وان دايميشن رو فيكتر، أول حد بي أكتب لأعلى أس، الكوفيشنت لأعلى أس، الكوفيشنت لأعلى أس هو واحد، أخلي هنا واحد. المفروض بعد الأكسوس أربعة بالبولينوميال شي جيني؟ جيني أكسوس ثلاثة. x أس 3 هنا ما موجودة بالمعادلة، بمعنى الكوفيشنت مالتها شقد؟ صفر. ما أهم لهنا بالكوفيشنت، هنا الكوفيشنت لازم يصير عددها بعدد البولينوميال زائد واحد، بولينوميال أربعة لازم عندي هنا خمسة كوفيشنت. فحتى الأس الما موجود، يعني الفيريبل لأس معين ما موجود، ناخذ الكوفيشنت مالتها صفر. فالاكس اس 3 هنا ما موجوده، اذا الكوفيشنت مالتها صفر، اذا بالمرتبه مالت اكس اس 3 اخلي صفر. بعد الاكس اس 3 يجيني اكس اس 2، ايش قد الكوفيشنت مالتها؟ ناقص 26، اخذها هي واشارتها ناقص 26، اذا الاس 2 الاس للمرتبه 2 كوفيشنت مالتها ناقص 26. اكس اس واحد موجودة هنا؟ ما موجودة اكس اس واحد، ما اهملها هنا، المرتبة مالتها لازم احفظ لك كوفيشنت، اذا الكوفيشنت مال اكس اس واحد صفر، اخلي هنا صفر. زائد الكوفيشنت مال اكس اس صفر، يعني بمعنى اكس ما موجودة، اكس اس صفر يعني واحد، فالكوفيشنت مالتها 25، اخلي هنا 25. ايش قد عدد الكوفيشنت؟ اتأكد مرة ثانية، عدد الكوفيشنت 1 2 3 4 5، الأوردر أربعة، الكوفيشنت لازم يصور أربعة زائد واحد، إذن خمسة. بعدها يلا أقول له X تساوي لي روت السي، أوكي؟ بهالحالة هو مباشرة للماتلاب رح ينطيك هذه الروت، رح يقول ينطيك فيكتر عمودي بقيم الروت خمسة ناقص خمسة واحد ناقص واحد، يبديها من أعلى إلى الأقل. ايضا هذا الثاني، المثال الثاني اذا ردت احله بالماتلاب مو يدويا، بالماتلاب اروح فقط للمعادله الاصليه، اكتب الكوفيشنت، الكوفيشنت ابدي من اعلى مرتبه واخذ كل المراتب حتى اللي ما موجوده اعوض الكوفيشنت مالتها صفر. بما انه هنا أنا عندي الاوردر 6، اذا الكوفيشنت لازم يصير 6 زائد 1، يعني لازم هنا أنا اكتب 7 كوفيشنت. اجي اول حد الكوفيشنت مالته اكس اس 6 2، هنا نكتب 2. بعدها المفروض المرتبه اللي بعدها 5، ايش قد الكوفيشنت مال اكس اس 5؟ ناقص 10، كتبنا ناقص 10. اللي بعدها المرتبه الرابعه اكس اس 4 ناقص 12 الكوفيشنت، كتبت ناقص 12. بعدها المفروض اكو اكس اس 3، اكس اس 3 ما موجوده، الكوفيشنت مالتها صفر. اكس اس 2 ايضا الكوفيشنت صفر. اكس اس 1 الكوفيشنت صفر. اكس اس 0 اللي هو المفروض الرقم الصحيح، ايضا الكوفيشنت مالتها صفر. فهنا حققت انه عندي 7 كوفيشنت، 7 معاملات، لانه البولينوميال من الدرجة السادسة. بعدها قلت له اكس تساوي روت السي، هو مباشرة راح ينطيني فيكتر ب 4 قيم صفارة،
وبعدها ينطيني 6 ناقص 1، يعني راح ينطيني 6 روت 6 جذور 4 من عندهم 0 و6 ناقص 1. إذن حتى أوجد البولينوميال روت الماتلاب هاز سبيسيفيك كوماند نيملي روت. الماتلاب يمتلك إعاز خاص يسمى روتس بالسمول لتر، ينكتب الروتس بالماتلاب الدوال دائما تكتب سمول لتر. بعدها أكو قوسين بداخلها يحتوي شنو الشيء اللي الروت يحتاجه أو هاي الفانكشن تحتاجه حتى تتنفذ. الروت it is built in function، هي دالة مبنية جاهزة داخل الماتلاب. ترجع لي retain the corresponding root الجذور أو الزيروز المقابلة لهذه البولينوميال أو الفانكشن. it is simple to use، بسيطة في الاستخدام. but care is needed، لكن الاهتمام أو الحذر أو العناية ضرورية. when entering the coefficient of the polynomial، يعني وين الاهتمام يصير، وين الدقة تصير حتى أحقق حل صحيح، لما أكتب الكوفيشنت مالت البولينوميال. يعني هاي الكوفيشنت إذا كتبت خطأ أو صار عندك نقص بكوفيشنت، بمعنى الروت كانت خطأ، يعني 100% الروت راح تكون عندك خاطئة. مثال لحل البولينوميال باستخدام الماتلاب، عندي هذه الفانكشن f of x تساوي 3 x أس 5 ناقص 2 x أس 4 زائد x أس 3 زائد 2 x تربيع ناقص 1. شلون أحلها بدون باستخدام الماتلاب؟ ما أريد أحلها يدويا بالرياضيات، لأن بالرياضيات راح تكون عندي معقدة. x أس 5 يعني ما أقدر لا أطلع هنا عامل مشترك ولا أقدر أحلل مباشرة، فما عندي غير أحلها بطريقة باستخدام الروت، لأنه بالرياضيات راح تكون عملية معقدة جدا، لازم أضيف حدود وأنقص حدود، وإلى أن أوصل إلى فالترتيب أقدر أسوي له أناليسز. بالماتلاب كل اللي تحتاجه كتابة خطوتين فقط. الخطوة الأولى أنه تطلع الكوفيشنت، وهذا أنا دا أعتبره متغير اسمه سي، أنت تقدر تسميه أي تسمية، بس شو تسميه هنا بالروت تستخدمه نفس التسمية. يعني هنا سميته بي هنا تكتب بي، سميته زد هنا تكتب زد. بما أنه هذه البولينوميال من الدرجة الخامسة، إذا لازم تكون الكوفيشنت عندي عددها 7، عددها 6، عددها 6، درجة خامسة عددها 6. من أبدي؟ أبدي من أعلى أس، أعلى مرتبة. X أس 5 إيش قد الكوفيشنت إلها؟ 3. X أس 4 إيش قد الكوفيشنت إلها؟ ناقص 2. X أس 3 إيش قد الكوفيشنت إلها؟ زائد 1. X تربيع إيش قد الكوفيشنت إلها؟ 2. X أس 1 لازم قبل ما أروح إلى X أس 0 أكو X أس 1، X أس 1 ما موجودة، شخلي بمكان الكوفيشنت مالتها 0. آخر مرتبة X أس 0 الكوفيشنت مالتها ناقص 1. كتبت الكوفيشنت، اتأكدت من عدها عددها عدد الأوردر زائد 1، اتأكدت انه اي فاريبل اس ما متوفر اخلي بمكان الكوفيشنت مالتها 0. بعدها اقول له اكس تساوي روت السي. شنطاني هنا المفروض شنطيني كم روت؟ بما انه المعادلة من الدرجة الخامسة، اذا لازم عندي 5 روت. الاحظ هاي الخمسة روت 4 من عدها طلعت complex number، يعني بمعنى بها جذر ناقص 1، يعني i بها، وواحد فقط هو هنا عندي عبارة عن real فقط، يعني البقية كلها بها real imaginary imaginary للروت. بعض الأحيان يصير عندي تكرار بالروت، يعني يصير نفس الروت متكرر مرتين. هنا ما عندي روت متكرر، لأن هذا الزائد يختلف عن الناقص، لأن هذا بالأناليسيس صار عندي 2 روت، وحدة زائد وحدة ناقص. اوكي، تو روت بهذه الصيغه وتو روت بالجهه السالبه من الاحداثيات، فصار عندي 5 روت. شوف السهوله بحلها باستخدام الماتلاب، يعني لو ردت احلها كرياضيات ايش قد راح استغرق اناليسس حتى احلها. من اللي اخذناه راح نوضح ملاحظتين او كابل اوف ثينك، شيئين مهمه يجب ان نراعيهم ونلاحظهم. اولا انه البولينوميال كوفيشنت are listed starting with the one corresponding to the largest power، يعني ترتيب الكوفيشنت يبدأ من أعلى مرتبة في البولينوميال، أعلى largest power، أعلى أس، أبدي بترتيب الكوفيشنت. أوكي، أيضا it is important that
من الضروري وضع zero coefficient، أضع zero coefficient في حالة أنه هذا الأس بالبولينوميال غير متوفر، يعني include in the sequence where necessary، شو وقت ما يكون ضروري. يعني مثلا هنا x أس واحد ما موجودة، خليت الكوفيشنت مالتها صفر. A polynomial of order b، البولينوميال اللي الأوردر مالتها يساوي b، تمتلك b زائد واحد من الكوفيشنت. polynomial order مالتها خمسة، بها خمسة زائد واحد يعني ستة كوفيشنت. polynomial order مالتها اثنين، يعني بها اثنين زائد واحد من الكوفيشنت، ثلاثة كوفيشنت. أوكي؟ As long as the coefficient of the polynomial are real، يعني حتى لو كانت الكوفيشنت كلها real بالبولينوميال، فبالإمكان أنه الجذور تكون real or complex conjugate. يعني مو شرط لازم يكون عندي يعني بما أنه الكوفيشنت كلها real، إذا لازم يكون عندي الجذور real، هذا يعني مو بالضرورة. حتى لو كانت كل الكوفيشنت real، ممكن أن يكون عندي complex conjugate pairs من يعني زوج من complex conjugate أو real pair من real roots. أوكي، المهم عدد الروت شقد بنفس عدد الأوردر، عدد الكوفيشنت شقد الأوردر زائد واحد. homework اللي هو نفسه راح أعطيكم إياه بعدين أيضا كhomework تجاوبون عليه، مثل ما أعطيتكم بقية الhomework اللي للمحاضرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، 3 homework صار عندكم تحلوهن والحل ترفعوه بالكانفاس كملف أو كصورة، كملف PDF أو صورة. ايضا هذا الهومورك راح اضيفه الى المحاضرة الثامنة، وهسه اسوي لكم ايضا هومورك للمحاضرة السادسة والسابعة. بهذا الهومورك الاول solve the system using method using matrix method، يعني حل هذا السيستم من المعادلات، المعادلات تشيك يحتاج لها ترتيب، اقدر مباشرة اكتب المصفوفات، اكتبها بصيغة مصفوفات، وحلها بسيط جدا بالماتلاب. ايضا هذا المثال الثاني استخدم الكيرشوف لو حتى تسوي solving لهذه السيركت analysis. ايضا هنا عندي مجموعة من الإكويشن مباشرة يعني محصليها من الإلكتريكال سيركت، ويريد توجد حل قيم تيار الآي أي والآي بي والآي سي، وهنا عندك معادلة من الدرجة الثانية تريد توجد الجذور لهذه المعادلة، يعني solve لهذه الإكويشن حتى توجد جذور هذه المعادلة.